كثيرا ما كنا نسمع عن أشخاص ماتوا أثناء دخولهم المقابر بحثا عن الذهب. يكون الشخص قد حلم بوجود كنز مدفون هناك فيستيقظ ليموت في البحث عنه. يقول أحدهم: من يملك الذهب يملك القوة. السلام عليكم، أنا محمد غنايم. اقتصاد، هذه السلسلة نناقش بها مواضيع تجعلك غني اقتصاديا بإذن الله. لو علمت أن مياه الشرب ستنقطع عن العالم، ما أول تصرف منطقي سيخطر على بالك؟ أن تقوم بتخزين المياه، وهذا تصرف منطقي صحيح. طيب لو سمعت أن أزمة اقتصادية ستحدث في العالم، ما أول تصرف منطقي يجب أن يخطر على بالك؟ أن تشتري الذهب بأقصى سرعة صحيح. وهنا موضوع اليوم عن الذهب، ولماذا يجب أن يكون ضمن مدخراتك. أعلم أن الموضوع غير شيق لك وترغب بإغلاق المقطع، ولكن فكر لثانية. هذا المقطع ستتمنى لو شاهدته مستقبلا، لأننا مقبلين على أيام يعني ليست ولا بد اقتصاديا، والله أعلم. يعني أعرف تماما أن الذهب لن ولم يخسر على المدى الطويل. أنت ماذا تعرف عن الذهب؟ أعرف أنه معدن ثمين كان يصنع منه تيجان الملوك في العصور الوسطى. أعرف أنه يستخدم في طب الأسنان والحشوات لأنه مركب خامل. يستخدم أيضا في خوذ رواد الفضاء أعتقد. يستخدم في صناعة الأجهزة الطبية، ويستخدم في علاج آلام المفاصل والسرطانات أعتقد، هكذا صحيح؟ نسيت أنه يستخدم في الأكل عند البعض، تخيل. في الصين مثلا يقال أن الذهب يعطي حياة أطول للإنسان، حتى أنه في الاتحاد الأوروبي يسمح بأكل الذهب تحت مسمى E175. والهند تعتبر أكبر مستهلك للذهب في العالم على مستوى الأكل. ملخص كل ما قلناه إلى الآن أن الذهب مهم والاستثمار به أهم، ولكن الأهم من هذا كله أن تستثمر به الآن. لماذا؟ ببساطة لأن أغلب التقارير الاقتصادية تشير إلى أن سعر الذهب الفترة المقبلة سيرتفع، يعني من سيشتري الآن سيربح وفق التوقعات الاقتصادية. جرب أن تدخل على محرك بحث جوجل وتكتب توقعات مؤشرات الذهب واقرأ بنفسك، وسأخبرك لماذا هذه الفترة بالذات. ببساطة بسبب فوز بايدن في الانتخابات الأمريكية، وهذا سيرفع من سعر الذهب. شاهد هذا التقرير البسيط الذي أعددته لك. خطة بايدن. استلام بايدن الحكم. بمجرد استلام بايدن الحكم في يناير القادم، من المتوقع أن تصرف الحكومة الفيدرالية 700 مليار دولار بهدف تطوير البنية التحتية والبحث والتطوير. سيقوم بايدن بطلب زيادة احتياطي الذهب في البنك المركزي، وهذا سيرفع من سعر الذهب. ولكن السؤال: كيف سيحصل بايدن على هذا المال لضخه؟ سيتم من خلال زيادة الضرائب على الأثرياء والشركات الكبيرة. الضرائب التي كانت 21% ستصبح في عهد بايدن 28%، وهذا الأمر سيؤثر على سوق الأسهم بشكل عام، والمستفيد الوحيد هو الذهب بارتفاع سعره. بايدن الذي يقول في ملامح خطته أنه مع تهدئة الأوضاع مع الصين، الصين التي تعتبر قوة اقتصادية كبيرة جدا على عكس ترامب الذي كان يميل إلى مهاجمتها للتحالف معها، وهذا ينعكس باستقرار أسعار الذهب. الصين التي اشترت في عام 2019 ذهب بمقدار 4.8 مليار دولار. يعني عزيزي مشاهد هذا التقرير، سياسة بايدن وفق بنك ساكسو المختص في التداول والاستثمار ستكون مفيدة جدا للذهب، ويتوقع ارتفاع سعره في الأشهر الأولى من استلامه للحكم. أخبرك شيء، دعني أختصر لك كل ما قلته في جملة. أي شيء سلبي يحصل في العالم سيؤدي إلى رفع أسعار الذهب، لأنه الملاذ الآمن للمستثمرين. بمعنى لما سعر الفائدة يقل سعر الذهب سيرتفع، علاقة عكسية. لما الأوضاع الاقتصادية والسياسية تكون مستقرة سعر الذهب يقل، علاقة عكسية أيضا. لما ينمو الاقتصاد في بلد ما سعر الذهب أيضا يقل، علاقة عكسية. ولكن عند زيادة الطلب على الذهب سعر الذهب يرتفع، علاقة طردية، كما يحدث عند زيادة احتياطي الذهب في البنك المركزي كما يتوقع في خطة بايدن القادمة. دعنا الآن نلقي نظرة عن طريقة الاستثمار في الذهب.
أولا نقوم بعمل حساب تداول من الرابط أسفل الفيديو. قبل أن نكمل، هذه المنصة لا تعمل في كل البلاد العربية، تعمل فقط في أوروبا والخليج العربي. فإذا لا تعمل في بلدك، وضعت لك في الوصف رابط لطلب خطة استثمار. بمجرد أن تقوم بتعبئتي، سيقوم فريق مختص بالتواصل معك وإعطائك معلومات عن أفضل المنصات المتاحة في بلدك وتقديم خطة استثمار حسب رأس مالك، بحيث يحققون لك أفضل مكاسب من الذهب. سيتم إضافتك أيضا إلى جروب يقدم توصيات تداول يومية واستشارات هاتفية مجانية. وهذه المرة سيكون الشرح من خلال منصة ليجاسي. هنا أمامك أزواج العملات والسلع. سأقوم بفتح صفقة في الدولار مقابل الذهب ورمزه كما تلاحظ، ثم أضغط التجارة. يوجد أمامك اختيار البيع أو الشراء. قمت بالشراء من هذا السعر، وإذا أردت أن تبيع تضغط بيع. الآن اضغط في الأسفل على كلمة المتاجرة، سيظهر لك صفقاتك المفتوحة حاليا. لدي مركزين شراء ومركز بيع. أحتاج الانتظار على الصفقة حتى أقرر الوقت المناسب لإنهاء التداول بها. الآن لدي صفقة رابحة سنغلقها بالفعل لتحصيل الربح، وممكن أنتظر فترة أبعد الصفقات الأخرى. من المعلومات الغريبة عن الذهب أن في إيميلات هيلاري كلينتون التي انكشفت من فترة أن معمر القذافي كان قد خزن أطنان من الذهب تقدر قيمتها $50 مليار، وعندما قتل جن جنون رؤساء الدول، من سيعثر على هذا الكنز ويستولي عليه؟ فالذهب أهم قيمة مالية قد تخزن مدخراتك بها. لماذا أسعار الذهب سترتفع في عام 2021؟ خلال فترة كورونا قامت الحكومات والبنوك المركزية بضخ تريليونات الدولارات في اقتصادها، حيث قدرها البنك المركزي الأمريكي بحوالي 20 تريليون دولار. تريليون أحبتي في الله هو عبارة عن 20 بجانبها 12 صفر، تخيل. وهذا رقم أكبر من 20% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وهذا أدى إلى زيادة التضخم وبالتالي سعر الذهب ارتفع. احفظها هكذا بكل صراحة، عندما يزيد التضخم سعر الدولار يقل، الطلب على الذهب يزيد سعر الذهب يرتفع. بكل بساطة، حد فاهم حاجة؟ دعني أخبرك معلومة ربما لن تعجبك. لا يستبعد خبراء الاقتصاد أن ندخل في مرحلة انهيار اقتصادي ثاني الفترة المقبلة، وهذا بسبب فصل الشتاء وحالات الإصابة بالوباء وانخفاض في الناتج المحلي، وبالتالي انهيار الدولار وبالتالي التضخم. في تقرير لثالث أكبر بنك في الولايات المتحدة يسمى سيتي جروب، جاء فيه أنه يتوقع أن تصل أسعار الذهب إلى أرقام عالية، بحيث يصل سعر الأونصة إلى $2000. الأونصة هي عبارة عن سبيكة ذهبية عيار 24 وزنها 31.1 غرام. في النهاية عادة في الأزمات يكون الحديث عن الذهب كثير، لذلك فإن وجود الذهب في محفظتك هذا شيء طبيعي وآمن كتنوع لممتلكاتك. شاركني برأيك في مكان التعليقات، وإذا أعجبكم المقطع لا تنسى الإعجاب به، ودمتم في أمان الله.